السلام عليكم اخوان، معكم ديال اوتو اكوني سمير. اخوان، اليوم بغيت نهضر لكم مع سميتو على الجي بي اس سينو تراك برو. الخاصيات اللي فيه والمميزات اللي فيه وسمو اللي نقدروا نعرفوا في هذا الجي بي اس على حساب التركاب. بالنسبه للجي بي اس، كيركب على سميتو على السيارات، على الكاميونات، على الدراجه الهوائيه الالكترونيكيه اللي كيجيبوا الكهرباء، ولا الدراجات الناريه. بالنسبه للاخوان، هاد الجي بي اس فيه الخاصيه مزيانين. هما الخاصيه الاول اللي عجبتني هو كيعطي لوكاليزاسيون فين كاينه السياره اكزاكت. داك الشيء ماشي انما كيعطيك انما بعيده، ولا كيعطيك داك الشيء بوزيسيون نيشان. وفيه انما تقدر تسكت السياره عن بعد وتطلق ليها الدمارات عن بعد، وسميتو غادي تقدر ترجع لسميتو السياره فين كان دازت من قبل، ومنين دازت، واش متوقيت اللي وقفات، فين وقفات. المهم فيه الخاصيات بزاف. وهذا الجي بي اس نقدروا نستعملوا اللوجيسيال، فانما في طابلت او تليفون. بالنسبه للطابلت اللي نستعملناه دابا حاليا في طابلت، هو هذا نقدروا نستعملوه في التليفون، وعندنا نقدروا نديروه في بي سي. البي سي نقدر عندنا واحد نقدر نديروه في بي سي. المهم بالنسبة في بي سي، ها كيفاش غادي يقدر يعطينا في البي سي، وفي في طابلت او تليفون ها كيفاش غادي يعطينا. هادو خبعت النيميرو على حساب دوك جي بي اس. ندخلو وكنسميو كيما بغينا. نحيد هادي دابا. نبدل الخريطة اللي قدر بغينا نبدلو. هنا عاود في بي سي نختار السيارة كليو. هي بالنسبة للإخوان، هاد جي بي اس الخاصية اللي فيه كيعطينا السرعة. إن فوا إلى تمشات السيارة يعطينا السرعة اللي كتمشى، وسميتو كيعطينا المكان اللي نقدر نرجعو منين دازت هاد السيارة. ندخل دابا من بي سي، كنديرو مثلا السيارة كيكون عندنا هنا، كنديرو دولت. هنا عاد نفس الطريقة، هنا ندخلو هنا، كنديرو هكا، كنديرو هكا. باش نوقف هنا ندير الخريطة ديال اللي كتبان. ها كيفاش كتشوفوا الإخوان، هو كيعطينا نتا السرعة اللي كانت كتمشى بها هاد السيارة، ومنين دازت. دابا حاليا هادي رجعنا عنده في التوقيت، واش من التاريخ، واش من الوقت اللي كان دازت بها السيارة. وكيعطينا نفس داك الشيء، راه ماشي كذوب، ولا كيعطينا داك الشيء في التوقيت نيشان. نقص شويه، كبرنا بزاف. هنا عاود الاخوان في الطابليت ولا في التليفون، ها كيفاش غادي كيعطينا. كيعطينا شنو السرعه اللي كدوز، وكيعطينا كل شيء. والخاصيات اللي فيه نقدر نوقفوا في السيارة، نوقفوا السيارة التشغيل ديالها. كنمشيو مثلا هنا البلوس، كنمشيو للباراميتر، كنمشيو انيزابل، هنا كنمشيو هنا كونترول دو كاربورو، كنمشيو هنا كونترول دو كاربورو، هنا كوبي، كنديرو كوبي، كنديرو المود باس اللي كيكون عندنا داير حنايا، كنديرو واحد المود باس ديالنا هنا، كديرو كدير داكو صافي كطفى. اون فوا بغيتي تطلق الديماراج ديالها عاود، كترجع نفس سميتو، نفس الكونترول، كدير هادي سبيريت، صافي كتبرك عليك، كدير مود باس ديالك صافي. اون فوا وبغيتي تفيكسي السرعه، وفيه الخاصيات انما تقدر تفيكسي السرعه. لونغستين ريغلاج دو فيتيس،
صافي، هذه راه داروا السيارة على 130 اللي درناها على 130 صافي. كدير داكو كتكتب اللي بغيتي انت، كدير داكو صافي، كتقول لي كتفيكسي السرعة وكتشوف فوقاش غادي يعطينا. وديك الساعة إلا دازت ديك السيارة أكثر من 130 كيعطيك الإنذارات هنا، كيعطيك إلا سكتي الطوموبيل ديماريتها، إلا دازت السرعة كيعطيك دوكشي كلشي هنا في جهة ألارم. المهم بالنسبة للجي بي اس الخوت، راه جي بي اس واعر ومزيان، وحتى الكاريتي ديال الجي بي اس كيفاش كيعطينا في البوزيسيون داكشي راه هو هذاك بالضبط. دابا حاليا بغينا نشوف هاد السيارة فين كاينة بالضبط حاليا، كنديرو هنا كيعطينا واحد 30 سيكوند ان باش ياكد لينا هي السيارة دابا حاليا كتمشى. او الى انتظرنا غادي نبقاو استنى نديرو 10 سيكوند باش تبقى ضيعتينا. هو دابا حاليا السيارة راه كتحرك. هاي كتحرك على شي السيد راه كيتمشى بشويه. المهم كيفاش كتشوف الخوت راه حتى انما الا كتمشى طريق السياره، سمحوا لي قصدو اوقف، هاي السياره وقفت دابا هي عاود. المهم ها هو السياره، المهم السياره غاديه دابا حاليا في هاد الساعه راه غاديه السياره خدامه راه كتمشى. والمهم راه هاد الخيوط اللي كتمشى هادي دابا ماشي كنرجعو، الا بغينا نرجعو من غدا ولا دابا بحال هاد السياره بغينا نرجعو للتاريخ، نديرو التاريخ اللي فوقاش بغينا نرجعو نشوفو السياره منين دازت نديروها. كدير التاريخ كترجع كدير الساعه اللي بغيتي صافي، ان فوا كدير كدير دولد كتحطيك فين كاينه. المهم بالنسبه لاخوان جي بي اس سينوتراك راه شي حاجه مزيانه، وحنا كنديروا له التركاب ديالو فشي بلاصه زوينه. وانا مع ديك اوتوكون سمير، تحياتي والسلام عليكم.